شو هو الأب الثاني بكى في الدار، هو بكى يعني هو المسؤول عن الدار في كل إشي بعد أبوه يعني، ولا بكينا نعتمد غير عليه هو، وبكى داير مع باله أخوه اللي بكى عامل حادث قعد سنتين في بيت جالة، هو اللي بكى داير باله عليه وظل معه مرافق، وبكى حلمه إنه يمشي عمر والحمد لله، بس مشى عمر استشهد هو. صلح أسنانه آه، بكى عنده شوية سوسة في أسنانه من قدام، بقول له يلا عشان نخطب لك وإيش له، بقول لي شو لما نستشهد عشان يبين البيض، عشان لما أضحك يبين البيض، وفعلا هيته مبينات الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ربنا يتقبله يا الله، والله يصبرني عفراك الله يرضى علي، الله يسامحه سامح دنيا وآخرة، يضلي كل لما ما حسيتش بترضى علي، والله الدنيا بتنفتح في وجهي يما، حسسي لي حشعر يما كل يما كبير، الله يرضى عليه الله يرضى عليه، الله يسامحه الله يسامحه الله يرضى عليه، الله يجعله من الشهداء يا رب، الله يرضى عليه الله يسامحه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على عطاء وعلى رضا، الحمد لله الحمد لله، يظلي كل يوم الحمد لله، عمري ما سركت، عمري ما شربت، عمري ما سكرت، عمري ما سويت، أكله اوعى يما، اوعى يا حبيبي. الحمد لله كل احمد الله اني انا شاب في عمري، عمري ما سكرت كلهم بشربه، اقول له اوعى يما حرام. الحمد لله رب العالمين، علمناه على الحلال والحرام، الحمد لله الله يرضى عليها، واخوه الكبير الله يسامحه الله يرضى عليه، الله ربنا يتقبله يا الله.